عندي سؤال بقى كده بختتم بيه الحديث مع حضرتك. اتفضل. الشتاء كان اخباره ايه مع الفراعنه؟ إيه؟ الشتاء، فصل الشتاء، التعامل مع فصل الشتاء كان ازاي؟ الاجواء البارده، الامطار، ازاي كان يعني قبل ما يجيبك على هذا السؤال، اولا ما فيش حاجه اسمها فراعنه، في حاجه اسمها فرعون كاسم، فرعون. انما كصفه مفيش. احنا عندنا الخراطيش بتاعه الملوك كلهم اسم الملك وخمس صفات له، مفيش حاجه اسمها فرعون. انما اللي حط هذا الاسم فلاندرس بيتري لانه كان مجنون بانه يحاول ان يجد في التاريخ ما يؤكد ما جاء في العهد القديم. العهد القديم فيه فرعون كاسم، حتى تمام. القران الكريم بيقول له يا فرعون، يعني يا احمد يا علي يا وسيم يا اي حاجه. فإنما هو يصف الملوك كلهم بأنهم فراعنة، ده غلط. اسمهم الملوك المصريون القدماء، تمام، إنما فيش حاجة اسمها فراعنة. إنما هو بقى فعص في كلمة اللي هي برعة أو البيت العالي، إنما مش موجودة في الخراطيش. والبرعة تبقى فرعة، وفرعة ممكن فرعو، وفرعو تبقى فرعون. أهي طيب أوكي، في فرعون، إنما ما فيش تصف دول كلهم. يعني المهم، الفصول كانت في مصر ثلاثة، كان في شمو اللي هو فصل الصيف، وبرت اللي هي جت منها بردت اللي هي فصل الشتاء. أيوة. وكان كل فصل أربع شهور، وآخت اللي هو فصل الفيضان اللي هو كان موجود. فصل الشتاء طبعا أولا الجميل إن هي كانت المساكن بتاعتهم من الطوب اللبن. أيوة. مش من الجرانيت ولا أي حاجة من الحاجات دي، فكانت بتحافظ على درجة الحرارة حتى في عز الصيف، ما تحسيش كان في تكييف بدرجة الحرارة العالية. وفي الشتاء بتحتفظ بالحرارة بتاعتهم كويسة. فكانوا هم يعني مع الطبيعة ومع البيئة قادرين يعيشوا كويس قوي. الأربعة أشهر بقى بتوع الشتاء دول كانوا بيستفيدوا منهم بقى في البناء، سواء بناء البيوت، بناء الأهرامات، وبعدين ثبت أخيرا الأهرامات ما هياش مدافن ولا مقابر. وأصحاب البحث العظيم ده كريستوفر دان في كتابه Lost Technology in Ancient Egypt، التكنولوجيا المفقودة في مصر القديمة، ودوغلاس كينيون كتابه Forgotten History، التاريخ المنسي، بيتكلموا ان احنا عندنا 99 هرم، دول اللي باقيين ما لقيناش موميا واحدة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ملك زاسينفر عنده اربع اهرامات، هيتدفن في اربعة؟ لا. واحد زي منحات الاول عنده ثلاثة، هيتدفن في ثلاثة؟ لا. لا، يبقى المسألة مش مسألة مقابر. نمرة ثلاثة، ان جرانيت الشطف بتاعه زي الازاز ده. فده لا يمكن ان يكون يدويا، ده لازم بحاجة اسمها شوك ويف ليثريبسي، او اللي هي الموجات التصادمية اللي تخلي الجرانيت زي البتاع ده. فابتدوا يعملوا بقى دراسات على الحاجات دي، ووصلوا الى ان الاهرامات كانت باور ستيشنز، وانها كانت محطات لتوليد الطاقة، نوع من الطاقة لقطع الجرانيت وشطف الجرانيت. جبت منين الكلام ده هو، وازاي الطاقه دي بتيجي منين؟ قالك من التكتونيك بليتس. تقدر تثبت الكلام ده؟ ما هو العلم ما يبقاش علم الا بالتجارب. قال اقدر، وجاء عندنا هنا المتحف المصري في وجود الدكتور زاي ورئيسة المتحف، مديرة المتحف، و لاخره، ودخل في تابوت من جوه. التجربه كانت وغطوه بغطا من الجرانيت طبعا كذا طن، وضلموا المتحف، كانش فيه زوار طبعا، كانوا الموظفين بس، ومصدر ضوئي قوي جدا، لفوا بيه عشر مرات ما بين الغطاء وما بين التابوت وكريستوفر دان جو، ان شعاع ضوء يدخل له ابدا، وكانها قطعه واحده. أيوة. كل ده عشان يثبت التجربه، ان ده ما هوش مانيوال، ما هوش يدوي، انما ده بالشوك ويفز اللي هي الموجات التصادميه اللي قدروا يجيبوها من التكتونيك بليتس اللي هي الصفائح التكتونيه اللي هي الاهرامات اللي هي القارات عليها كلها من الاول لاخر. وقدرنا نعرف ان الاهرامات كانت محطات لتوليد الطاقه. وكما عرفنا ايضا اخيرا ان دندره البطاريات اللي خدها مننا بكل اسف فولتا، وقال انا اكتشفت سر البطاريه، وهو كان من ضمن العلماء اللي جم مع نابليون، وجاب معاه 167 عالم مسحوا مصر دي كلها. أيوة من الاول وعملوا مصر في مصر. طبعا يشكروا على هذا. أيوة طبعا، عشان كده بنسميها الحمله الفرنسيه. انما راح دندره وشاف المصابيح الكهربائيه، عن الريف، عن الموسيقى، ودي بتفسر لنا ليه المقابر كلها والمعابد كلها رغم الرسومات الكثيره اللي موجوده والكتابات فيش هباب لا في السقف ولا ايه. فكانوا بيستخدموا الكهرباء في الاضاءه،
ووصلوا الى سر واي حد سامعني دلوقتي يكتب كده دندره المصابيح الكهربائيه هيطلع كده بالمصباح الكهربائي في حجم الانسان. واخيرا راجل عالم في المانيا عمل مصباح كهربائي بحجم الانسان كما هو في دندره، وازاي السلكتين نازلين من المصباح ورايحين للبطاريه. فله حق امير الشعراء يقول ايه، ودي اختم بيها كلامي، اتفضل. وبنينا فلم نخلي لبانا، وعلونا فلم يجزنا علاؤه، كل بان بنى فشاد فغالى، لم يجز مصر في الزمان بناؤه.